نحن أمام العد التنازلي، فريق العمل صار له يعني فترة طويلة شغال، والنتائج الآن إن شاء الله يعني خلال يومين راح تظهر للجمهور، راح يشوفوا الجلسات، راح يشوفون تنوع مختلف في الجلسات. لأول مرة راح يشوفون ثلاث جلسات في نفس الوقت، راح يشوفون حوارات على شكل 360 درجة، اللي هي يعني فعليا هي صورة اليوم الحوار، يعني من الناس تتحدث من كل جهة وهي كلها آراء ووجهات نظر مختلفة. في هذه السنة يشارك معنا 70 متحدث في أكثر من 56 جلسة، وهناك أكثر من 200 ضيف مشاركين من أكثر من 25 دولة معنا.